بحجم اليد صغيرة فريدة مختلفة، لكن يصدر منها صوت يفوق حجمها، صوت يصاحب مناسبات الأعراس الرجالية في طقوس وعادات تقليدية تنفرد بها اليمن. المزمار اليمني، الآلة الموسيقية القديمة العائدة إلى ما قبل الميلاد والمصنوعة من قصب الغابة، وهي آلة نفخ خشبية تضم أنواعا مختلفة منها، كما يطلق عليها الآلة المعصية باعتبارها الغالبة على كل الآلات الموسيقية المصاحبة لها. المزمار بدل المزمار الآلة المعصية، لأنه يغطي يغلب يغطي على الكمانات، ما فيه كمانات وحاجة، هذا المزمار تزمر به يغطي خلاص، ما عاد شيء داعي للكمانات. على مدى ساعة متواصلة وأكثر يقوم العازف بالنفخ على المزمار مصاحبا لرقصة تقوم بها مجموعة من الشباب، وتعرف كل مقطوعة باسم خاص بها وتنسب إلى منطقة بعينها، منها اللون الدوعاني الذي يشتهر بها هذا العازف. هذا أول أساس، الأساس بقدمه. يصف العازف أحمد عايض النوبي طريقة صنع المزمار ومكونات هذه الآلة البسيطة بشكلها الأصيل ومكانتها وإرثها الفني وعدد الأصوات التي تصدر بحسب أصالة المزمار وقدمه. بسلاسة يتنقل أحمد من مقطوعة لأخرى بهذه الآلة الصغيرة التي يمسكها بكلتا يديه، ويعزف بها بطريقة خاصة يوضع كل من السبابة والوسطى والبنصر على الثقوب العلوية لكل ساق، وتأتي الأصوات بحسب حركة الأصابع مصدرة مزيجا من الموسيقى والنغمة الذي ينتمي إلى الشجن والفن الساحر.